الصورة التي يعرضونه عن أبي لا علاقة لها بأبي. أبي في البيت كان أبا لنا. كان يقرأ الكتب بكثرة. كان درس في الجامعة وكان يدرس في الجامعة. وهدفه الوحيد رعايته المنشدة هي الوصول إلى عالم يكون أكثر أمنا للأطفال. ذهب إلى سوريا ليساعد الأطفال في سوريا. ذهب لإنقاذهم. كان ينقذهم من داعش. كان ينقذهم لكي لا يسمح لأحد أن يؤذيهم. كانوا يناضلوا من أجلهم. كيف يمكن أن تنعتوه بإرهابي؟ كان ينقذهم من داعش. سليماني تعرفت عليه في عام 2011، وكانت أول معركة خططنا لها وخطناها في العام 2011 في حمص باب عمرو. أريد أن أعرف بأبي. ليس ما يقوله ترامب، يجب أن أعرف العالم بأبي.